رحمة الله على الكابتن سعيد أبو النور وكل الأفزاز الحقيقة اللي أثروا الملاعب المصرية والأهلوية بالعطاء الطويل، وأخيرا تبقى مع مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. اليوم صدر العدد الجديد من مجلة النادي الأهلي يشير إلى المباراة المهمة جدا للأهلي مع الهلال السوداني، وإزاي النادي الأهلي بيبدأ المشوار المهم في دوري أبطال أفريقيا. العدد كمان بيغطي ردات الفعل الكبيرة جدا عالميا على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية والإشادات الكبيرة التي استحقها النادي الأهلي في هذه البطولة. ده حال مجلة الأهلي اليوم، ولكن كيف كانت من 40 سنة تقريبا؟ نشوف هذا التقرير الصوتي. مجلتنا في عددها رقم 464 والصادر يوم الأحد 25 من ربيع الأول عام 1403 هجرية، الموافق 9 من يناير عام 1983 ميلادية، كان احتفالا بالفوز على الزمالك في الدوري الممتاز. جاء عنوان الصفحة الأولى: الحمد لله فاز الأهلي، والفرسان الحمر يؤكدون أنهم أبطال مصر وإفريقيا. وفي عنوان ثالث: تصريح على لسان صالح سليم: الجوهري واللاعبون كانوا عند حسن ظن الأهلي والجماهير. بينما كشف محمود الجوهري مدرب الأهلي أن الفريق حقق ما أراد، وكتب عبد المجيد نعمان رئيس تحرير المجلة في كلمة الأسبوع أن الانتصار ما أحلاه، خاصة حين يأتي بجدارة وباعتراف الجميع. كما أبرزت المجلة في صفحتها الأولى استعدادات جماهير الأهلي في دمياط للاحتفال ببطل أفريقيا في لقاء الغزل بالدوري الممتاز. وفي الصفحة الثانية نشرت المجلة تصريحات عبد العزيز عبد الشافي مدير الكرة بالفريق، حيث أكد أنه سعيد بالفوز وسعيد أكثر لأن زكريا ناصف أحرز هدف الفوز. وتابع عزيز: شكرا للزمالك، كان أول من قدم لنا التهنئة عقب المباراة. وعلى صفحتين كاملتين قام الناقد الرياضي ونجم الأهلي السابق أحمد مكاوي بتحليل لقاء القمة، حيث أشار إلى أن مقاتلي الأهلي أكدوا أنهم أبطال إفريقيا بجدارة، كما أشاد بتماسك صفوف لاعبي الأهلي وهجومهم الشرس مما أربك دفاع الزمالك. وخص مكاوي بالثناء زكريا ناصف صاحب الهدف الجميل، مؤكدا أن القدر وحده هو الذي أبقاه في الملعب لكي يحرز الهدف القاتل. وأكد نجم الأهلي السابق تألق أكثر من لاعب في صفوف الفريق، وأن هدف الدقيقة الأخيرة قضى على أمل الزمالك. وذكرت المجلة واقعة طريفة بطلها الحاج عرفة أحد عشاق النادي الأهلي، الذي قام بشراء 6 جديان من أحد الرعاة في الموسكي، وقام بذبحها كلها وأهداها لأهالي الحي ابتهاجا بفوز الأهلي. وفي الصفحة الأخيرة نشرت المجلة صورا لأفراح الأهلي بالفوز الكبير على الزمالك، بينما كتب حلمي أبو المعاطي: قلنا الأهلي هو الأفضل، والتوفيق من عند الله. عايز اتوقف عند شوف الاشادات والكلام ده خلاص مفهومه وناس كتير كتبت، لكن ان يكتب بهذا البنط العريض ويستخلص من كلام عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو: شكرا للزمالك، كان اول من قدم لنا التهنئه. يا ريت نركز عليها. دي بتعكس ايه؟ بتعكس حاجتين مهمين: كيف كانت الروح الرياضيه وقتها، ان المغلوم ما عندوش غضاضه ويقدم التهنئة للفائز. الأجمل من كده أن يحاول الفائز إبراز هذا تاني يوم بعد الكتابة. يعني كابتن عبد العزيز أول ما سئل قال لهم: شكرا لزمالك، كان أول من قدم لنا التهنئة. شوف الشعور المتبادل. وأنا عايز أقول لك حاجة، إن كان الكابتن عبد العزيز أقرب أصدقائه، وهم كانوا
في التوفيق. في التوفيق. فكانوا يلتقوا، وكنا يعني احنا كاعضاء نادي بقى قريبين من اللعيبه، بالليل نتجمع معانا رحت راحت فين؟ شكرا الزمالك، كان اول ما نقدم لنا التهنئه. الكلام ده راح فين؟ مش نطلع اللعيبه بتتفاخر انها بتكره الاهلي، بتتفاخر بتتمنى الاذيه الاهلي. واحد يقول لك اتمنى ان وليد، والتاني يقول لك زاد الكراهيه اللي مفتوح ده. ولذلك كان في رقي وكان في جمال، ده ناتج من ايه؟ ان قيادات الانديه وقتها كانت فبتنتقل نتائج، ان بعد كده مش غريب ان الكابتن الخطيب ياخد بايد حسن شحاته ويحيي جماهير الاهلي والزمالك لما وجد بعض الخروج في المدرجات على الروح الرياضيه، مش كل واحد يروح يرقص مع النادي على شتمته الجماهير للفريق الاخر. هذا كلام لو استنكرناه احنا كقيادات كنا صلحنا امور كتير جدا. ولذلك انا بقول لك لا يستقيم الظل والعود اعوج، لازم العود يتعدل بقى عشان الدنيا كلها تستقيم.